اهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء، واليوم الدرس الثاني من دروس اللغه الانجليزيه الصف الثالث المتوسط الوحده الثانيه، يعني اليوم الدرس الثاني بالوحده الثانيه. المحاضره السابقه كانت الدرس الاول من الوحده الثانيه، هسه الدرس الثاني بالوحده الثانيه. طيب اليوم عندنا موضوع اسمه suggestion اللي هو الاقتراح. suggestion، كلكم وياي طلابنا الاعزاء بصوت عالي، suggestion يعني الاقتراح. suggestion يعني اقتراح. زين، شلون اسوي اقتراح باللغة الانجليزية؟ شلون اسوي اقتراح suggestion باللغة الانجليزية وشلون يجينا بالامتحان؟ طيب نجي هسه، طبعا مثل ما تشوف بالملزمة يمك هنا، او اذا انت ما عندك الملزمة تكتب بالدفتر او تكتب بالكتاب مو مشكلة. زين هسه انتبه يمي السجستشن اللي هو الاقتراح، واكتب يمك تستخدم كلمة I'd like و I'd love زائدا to زائد فعل مجرد. اكتب القاعدة يمك، تستخدم I'd like و I'd love زائد انتو زائد فعل مجرد زائد التكملة للتعبير عن الاقتراح. راح اعيدها مرة ثالثة، تستخدم I'd like و I'd love زائد انتو زائد فعل مجرد زائد تكملة للتعبير عن الاقتراح، بالانجليزي suggestion اقتراح. راح اعيد الملاحظة للمرة الرابعة، تستخدم I'd like و I'd love زائد انتو زائد فعل مجرد زائد ان تكمله للتعبير عن الاقتراح. للتعبير عن الاقتراح. زين. للتعبير عن الاقتراح، زين تستخدم I'd like و I'd love زائد ان تو زائد فعل مجرد زائد تكمله للتعبير عن الاقتراح. خلينا ناخذ مثال. زين مثال عليها، I'd like to go to the mall. I'd like to زائدا فعل مجرد زائدا تكملة مثل ما تشوف الجملة. I'd like to go to the mall، اود ان اذهب الى المول. من يقدر ينطيني مثال I'd like to مثلا go to school؟ يلا يمين يكتب لي مثال بالتعليقات اشوفكم. جيد، اذا هذا هو الاقتراح. اي نقدر نقول I'd rather زائدا فعل مجرد، I'd rather زائدا فعل مجرد ايضا تستخدم للاقتراح، و would you like to زائدا would you like to ايضا وراها فعل مجرد ايضا للاقتراح، وايضا عندك ال why not وال let us ايضا فعل ايضا للاقتراح، هاي عندك، وال how about زائدا فعل يحتوي على ال ing زائدا فعل يحتوي على ال ing ايضا تستخدم للاقتراح. تبوا علي يا زين، راح اعيد لك من البداية، راح اعيد لك من البداية، ركز يم بزين. شلون نسوي اقتراح بالانجليزي؟ لو نحط I'd like I'd love زائد انتو زائد فعل مجرد، هاي واحد، او نحط I'd rather، هاي مو P، هاي خطأ املائي، I would rather، او تقول I would rather، هاي اثنين. ثالثا او تقول I would like زائد انتو زائد فعل مجرد، هاي ثلاثة. او تستخدم I would like زائد انتو زائد فعل مجرد، هاي ثلاثة. او تقول why not و let us زائد فعل مجرد، هذه كلها نستخدمها، هذه كلها نستخدمها للتعبير عن الاقتراح. وعندك اخر شيء how about وياها فعل b-i-n-g ايضا نستخدمها للاقتراح، وراح اعلمك هسه شلون تجي بالامتحان. تبين زين، راح اعيد لك اياه مره ثالثه. شلون اسوي اقتراح بالانجليزي؟ استخدم I would like زائد فعل مجرد او I would love زائد to زائد فعل مجرد.
او استخدم الاي ود راذر زائدا فعل مجرد، او استخدم ود يو لايك زائدا تو زائد فعل مجرد، او استخدم واي نوت او ليتا زائدا فعل مجرد، او استخدم الهاو اباوت زائدا فعل يحتوي على اي ان جي. هذولا كلهم نستخدمهم للاقتراح، هذولا كلهم نستخدمهم للاقتراح. وهذا عندنا تمرين مثل هذا التمرين يجي بالوزاري، يقول لك where would you like زائدا to go. طلابنا الاعزاء جاوبنا بالتعليقات ليش استخدمنا to go، منو البطل اللي يقول لي ليش استخدمنا to go، ليش، لان شنو. يلا من يجاوبنا بالتعليقات، يلا اشوف تعليقاتكم هسه بعدين باليوتيوب ايش وقت ما كان، علق لي قل لي ليش استخدمنا to go ليش. نجي على النقطة الثانية how about going. زين، هذا التمرين كله اقتراح طلاب، هذا التمرين كله اقتراح، انا ادري اقتراح، بس اريد اعرف ليش استخدمنا to go وليش استخدمنا going هنا، اريد اعرف شنو السبب، شنو السبب اللي خلانا نستخدم going، how about going او to go ليش. جاوبني بالتعليقات، اريد اعرف السبب، جاوبني بالتعليقات. زين، سؤال اخر يقول لك I'd rather go، ليش مستخدم الgo I'd rather go. تذكرون بالقاعدة قلنا I'd rather ايش وراها يجي، يجي فعل مجرد، اذا السبب لان عندي rather، اذا عندك rather تحط وراها فعل مجرد. why not go، ليش خلينا why not go، لان عندك why not. زين، I would love to go، ليش مختار to go، الجواب لان عندي I'd love، لان عندي I'd love. احسنتم يا ابطال، لان عندي I'd love، جيد، لان عندي I'd love. حلو، سادسا ليش مستخدم go، لان عندي lots. احسنتم يا ابطال، جاوبني قل الاستاذ لان عندي lots وراها go. زين، راح اسألكم سؤال واريدك تجاوبني اياه، يلا يا ابطال شوف، شوف هذا السؤال يقول لك هاي علي، مرحبا علي، هذا السؤال هاي علي، مرحبا علي، يقول لك مرحبا علي let's هذا السؤال، الاختيارات go لو going، يلا من يجاوبني بالتعليقات، قايل لك هاي علي let's go لو let's going، هاي رقم واحد. رقم اثنين how about go play لو playing، how about play لو playing in here. yeah. النقطة الأولى جاوبوا لي إياها واذكر لي السبب، جاوبني واذكر لي السبب، مو بس تجاوب. جيد، أحسنتم يا أبطال. هسه نروح أنا ياكم على هذا التمرين، تمرين هذا كلش مهم، كلمات يجن ويا تكملة. go to the cinema، يذهب إلى السينما. إذا طلاب الأبطال الgo ويا من تجي، تجي ويا to the cinema، go تجي ويا to the cinema، إذا go to the cinema يذهب إلى السينما. أحسنتم يا أبطال. إذا الgo تجي ويا السينما ممكن أجيب لك بالامتحان spend لو go to the cinema، أنت تقول لي الحل الصحيح راح يكون go. الثانية go to the cinema، الثانية have a picnic، هاي جمل تحفظهن، تكتب have a picnic ياخذ، يعني ياخذ عطلة، ياخذ عطلة او يروح بعطلة، have a picnic ياخذ عطلة، have a picnic، have a picnic، هيج تحفظها شلون، من خلال الكتابة، من خلال الكتابة. borrow a book يستعير كتاب، borrow a book يستعير كتاب، إذن borrow a book تجي يستعير كتاب، borrow a book تجي يستعير كتاب، borrow a book يعني يستعير كتاب.
جيد، يلا كتبوها بالانجليزي. write a letter يكتب رسالة، write a letter يكتب رسالة، يلا كل وياي بصوت عالي، write a letter يكتب رسالة، write a letter يكتب رسالة. write a letter يكتب رسالة، write a letter يعني يكتب رسالة. spend the morning يقضي الصباح، يعني قضي الصباح، يقضي الوقت. spend morning يقضي الصباح، يعني قضي الصبحية، هيك معناها يعني قضيها، يقضي الوقت. spend the morning يعني يقضي الوقت. spend the morning يقضي الوقت. هاي رقم 5. 6. watch TV يشاهد التلفاز. watch TV يشاهد التلفاز. watch TV يعني يشاهد التلفاز. watch TV يشاهد التلفاز. watch TV يشاهد التلفاز. جيد. 7. play game يعني يلعب لعبة. إذن هذا تمرين صفحة 31 بالاكتيفيتي، تمرين جدا مهم. اقرأ بالملزمة أو بكيفك، بس هذا تمرين مهم لازم تحفظ ليه. طريقة الحفظ هي الكتابة. go to the cinema، have a picnic، borrow a book، write a letter، spend the morning، watch TV، play game. اظل اكتب play game يلعب لعبة، play game يلعب لعبة، اكتبها 10 مرات 15 مرة راح تنحفظ، راح تنحفظ. احسنتم يا ابطال. يلا انتبهوا علي، هسه راح نجي نقرا تمرين مهم اخر، تمرين مهم ثاني. تعاريف جدا مهمة. هاي التعاريف جدا مهمة. يلا يا أبطال، كل وحدة راح نعطيكم وياها مفتاح الحل، مثل ما علمتكم شلون تقرأ هذا التمرين، تقرأ مفتاح الحل والحل. مثلا الجملة الأولى هي هوبي. هوبي معناها يعني هواية. هوبي هوبي يعني هواية. مفتاح الحل spare time يعني وقت الفراغ. من نشوف كلمة spare time تحط وياها happy يعني هواية. زين استاذ محمد شلون اعرفها بالامتحان؟ احفظ spare time واحفظ happy. spare time happy يعني وقت الفراغ هواية. احفظ ويا كل كلمة مفتاح الحل، احفظ ويا كل وحدة مفتاح الحل، احفظ ويا كل وحدة مفتاح الحل. spare time وقت الفراغ، happy هواية. يلا منو كتب هاي spare time happy؟ لا تنسى تكتب الترجمة بالانجليزي بالعربي ايضا. spare time وقت الفراغ، هوبي هواية. جر لي خط جواه واكتب عليها مفتاح الحل. الجملة الثانية عندك الكوميدي، هي الحل. الكوميدي يعني ضحك. شلون تعرفها؟ funny book كتاب مضحك. من نشوف كلمة funny يعني مضحك، من نشوف كلمة funny معناها مضحك، راح تختار وياها كوميدي. من نشوف كلمة فاني مضحك تحط وياها كوميدي. من نشوف كلمة فاني مضحك تحط وياها كوميدي يعني مضحك. طيب رقم 3. من نشوف كلمة رايتر كاتب وياها اوثر ايضا معناها كاتب. رايتر كاتب واوثر ايضا معناها كاتب. مفتاح الحل هي رايتر. جيد. زين
رقم 3 رايتر كاتب اوثر ايضا بمعنى كاتب. رقم 4 رقم 4 سبورتس رياضه سويمينج سباحه. يعني السباحه ورياضه مفتاح الحل شنو هو؟ سويمينج. الحل شنو هو؟ سبورت رياضه. الحل سويمينج مفتاح الحل سبورت. مفتاح الحل سويمينج. الحل صحيح سبورت. سبورتس رياضه سويمينج معناها سباحه. طيب ورقم 5 عندك سينج يغني. كلمة سينج يغني هي مفتاح الحل، والحل الصحيح كونسرت واللي هي معناها مسرح، يعني مسرح مسرح بالمسرح يعني فرقة موسيقية يعني موسيقى مسرح هو غناء. يعني من تشوف سينج يغني كونسرت مسرح، سينج يغني كونسرت مسرح، سينج كونسرت، سينج كونسرت، سينج مفتاح الحل، الحل الصحيح كونسرت، الحل الصحيح كونسرت. اليوم انطيتكم 3 تمارين مهمات جدا. التمرين الاول مال الاقتراح وحليناه هو والتمرين كله، التمرين الثاني هذا مال المفردات، والتمرين الثالث هاي التعاريف. الامتحان باكر راح يكون على قناة التليجرام، احضر على قناة التليجرام، واي سؤال او استفسار اني حاضر.